بسم الله الرحمن الرحيم. متن المقدمة الجزرية أو المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لمؤلفها أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن، عليا الثنايا والصفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا، من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفا مع اطراف الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخ مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قد بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا، في اللام والرا وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. باب معرفة التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب الترقيقات. فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله، ثم لام لله لنا،
وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو يسقو. باب الراءات. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. باب اللامات. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصصا إطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراع شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنتا وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. باب الضاءات. والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لضى شواظ كظم ظلما أغل الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى عضين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناضرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي. باب التحذيرات. وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. باب أحكام الميم والنون المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباب غنة كذا لإخفى لدى باقي الحروف أخذا. باب المدات. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي
وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. باب معرفة الوقوف. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام فالكاف ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله. وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. باب المقطوع والموصول. واعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى. فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا. وتعبد ياسين ثانه دلا يشركن تشرك يدخلا تعلو على. ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما. نه اقطعوا مما ملك روم النساء خلف المنافقين أمن أسسا. فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما. لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا. وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف. خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا. ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا. فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف. وصل فإن لم هود ألن نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على. حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم. وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا. ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الوهى ويا لا تفصلي. باب معرفة التاءات. ورحمة الزخرف بالتا زبرة لعراف روم هود كاف البقرة. نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات عقود الثانهم. لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور. وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص. شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولنفال وأخرى غافري. قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة. أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. باب همزات الوصل. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. واكسره حال الكسر والفتح وفي لأسماء غير اللام كسرها. وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة. إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة. والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي محمد وآله وصحبه وتابعي من واله. أبياتها قاف وزاي في العدد من يتقن التجويد يظفر بالرشد.